الجزائر تعمل من خلال الوساطة وحل النزاعات وأيضا دعم العمل تاع المجتمع المدني حتى نحافظ على الأمن والسلم في إفريقيا، وهذا مهم جدا خاصة من طرف الإفريقي مع نفسه مع ذاته مع ثقافته مع البيئة تاعه مع التحديات اللي يعيشها. نقطة ثانية وهي مهمة جدا جدا وهي التنمية. التنمية تعتبر اليوم تحدي كبير بالنسبة للمجتمعات والشعوب الإفريقية والحكومات. كيف نقدر الآن عن طريق ما تقوم به الجزائر من سياسات كبيرة جدا تؤسس لهذا التحول وهذا التطور الاقتصادي عن طريق مشاريع كبرى، أنه مع الطلبة ومع اللي راهم يعدون بالألف في الجزائر نعمل هذا الانصهار وهذا التفاعل بين الكفاءات اللي راهي موجودة وبين الفرص اللي ستتاح عن طريق هذه الديناميكية الاقتصادية عن طريق إطلاق مشاريع اقتصادية اللي حيحقق من خلالها الطالب بعد الكفاءات تاعو هنا وبعد التكوين تاعو مساحة وفرصة أن يصبح قائد على مستوى مؤسسات اقتصادية أو قائد سياسي. تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية. يسعى الكريا باستمرار إلى تعزيز التضامن مع الجميع خاصة من خلال خلق فرص عمل جديدة واتخاذ إجراءات قوية في الأوقات الصعبة مثل فترة جائحة كورونا. ثانياً تنسيق وتكثيف التعاون من أجل التنمية من خلال اتفاقيات الشراكة مع منظمات أرباب العمل في الدول الصديقة. لدينا نفس القيم، ولذلك تبنى كوريا بعض مبادئ ميثاق الاتحاد الإفريقي الموقع في أديس أبيبا 25 مايو 1963، منها خلق الظروف المناسبة التي تتيح للقارة لعب دورها في الاقتصاد العالمي وفي المفاوضات.